وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة ما بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية، علشان نعمل إيه بقى؟ لإنشاء دار سك بريطانية مصرية شراكة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هنا عندنا شراكة إحنا والإنجليز، هنتشارك في إيه بقى؟ هنعمل إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه مصري فقط لا غير، تصبح مطروحة للتداول. مصر تجتذب الشراكات، مصر تجتذب الاستثمارات، مصر تتشارك مع دولة التاج البريطاني. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. قبل ما هسال على ليه هنعمل عملة معدنية فئة 2 جنيه، اول سؤال هيساله المواطن، ليه هنخش احنا والمصلحة البريطاني في شراكة؟ فندم المصلحة البريطانية دي اقدم مصلحة في التاريخ، يعني اقدم مصلحة في العالم، وبعدين عندهم موجودين، هم المصلحة دي موجودة من القرن ال16، فعندهم يعني احدث الوسائل التكنولوجية في سك العملة، بالاضافة بقى لاحدث كمان يعني لاعرق التصميمات بتاعتها، فده نوع من احنا اصلا كنا بنطبع عندهم زمان ايام الجنيه ابو جمالين. بس كده صحيح. فهو الفكرة كلها هنا ان احنا بنجيب بيوت الخبرة. حضرتك احنا الفكرة كلها في مصر دلوقتي ان احنا عندنا يعني ايد عامله كويسه، عندنا اراده سياسيه عاوزه تطور. المشكله عندنا في تطوير المجتمع المصري والصناعه المصريه والشكل المصري كله هو الفجوه التكنولوجيه. فتسد الفجوه التكنولوجيه دي ازاي؟ تجيب بقى الناس اللي عندها التكنولوجيا او النو هاو وتتشارك معاهم، بحيث ان انت تقلل على نفسك الزمن اللي فاتك كله وتختصره، بحيث ان انت يعني تبقى واقف معاها في نفس الوقفه اللي هو واقفها. دلوقتي في فرق بيني وبينه مثلا 20 30 40 50 سنه في موضوع سك العمله ده، اجيبه يسكل العمله، انا اتشارك معاه يديني النو هاو ويديني التكنولوجيا، بحيث ان انا اختصر ال 50 سنه بمجرد شركه واحده، يبقى انا عندي امتلاك النو هاو اللي عنده اللي طورها هو خلال السنين كلها اللي انا كنت نايم فيها. بس كده بكل بساطه يعني. حلو جدا. طيب خليني هروح معاك على موضوع تاني، وهو الموضوع المتعلق بتاع تأسيس شركة مصرية لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الأجانب. ده كده زي اللي بيحصل بره لما بنروح نسترجع الفات. صحيح يا فندم. طيب انا بس قبل بس ما اروح لرد القيمة المضافة، انا عاوز بس اقول لحضرتك هو ليه احنا بنسك العملة ب 2 جنيه دلوقتي؟ صحيح، نسيت الحكاية. تعرف الموضوع كله موصل بعضه، زي حضرتك عارف انه اسعار المعادن ارتفعت في العالم، يعني اسعار المعادن ارتفعت، فاسعار المعادن لما ارتفعت بقت قيمة الجنيه، المفروض ان العملة المتداولة دي دلوقتي المسكوكة يعني او العملة المعدنية دي قيمتها، قيمة الجنيه المفروض تكون اعلى من قيمة المعدن اللي بيتعمل بيه، اقل من قيمة المعدن اللي بيتعمل بيه. ليه؟ لان لو سبت الجنيه يبقى اعلى من قيمة، انا اسف، اعلى من قيمة، لو سبت الجنيه الا عن قيمة المعدن، الناس هتاخد الجنيه المعدن المكون الجنيه وتصهره وتبيعه. صح. فايه اللي يحصل؟ دلوقتي قيمة المعدن عمالة ترتفع، فأنا أعمل إيه؟ أقوم أسك عملة جديدة بقيمة أعلى علشان الناس ما تصهرش المعدن، وبالتالي أفضل أحافظ على العملة شغالة في السوق من غير ما يتصهر المعدن ده، فده ده يقول لحضرتك حاجتين، أول حاجة إن ما يحدث في العالم هيأثر علينا بشكل مباشر طول الوقت، مش بس هيأثر علينا، ده هيأثر على جيوبنا بشكل مباشر، لدرجة إن شكل العملة نفسه هيختلف، قيمة العملة نفسها تختلف بمجرد التغيرات اللي بتحصل في العالم. حد يقول بقى إيه علاقة اللي بيحصل في أوكرانيا بينا؟ كل حاجة. إيه علاقة اللي بيحصل في روسيا بينا؟ كل حاجة. إيه علاقة اللي ممكن يحصل في تايوان بينا؟ كل حاجة. الموضوع كله موصل بعضه يا أستاذ يوسف. نروح بقى للموضوع التاني، هو إيه أصلاً حوار رد القيمة المضافة دوت؟ إحنا عندنا زي ما حضرتك عارف يعني الفكره الاساسيه من الموضوع دوت ان احنا نعمل حاجتين، اول حاجه نحفز السياحه عن طريق ان احنا نقلل قيمه تواجد السياح في مصر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جاي مصر هدفع 5 جنيه، القرار ده الجديد ده يخليني مثلا ادفع 4 جنيه ونص. ازاي يخليني ادفع 4 جنيه ونص؟ هيخلي قيمه المشتريات اللي انا هشتريها من مصر تقل. ازاي؟ هيقلل الضريبه عليها. هي ايه الضريبه اللي هيقللها؟ هي ضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه المفروض بتضيف 14% على كل المشتريات اللي حضرتك بتشتريها.
طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هنشيل ال 14% دول، دول اصلا كانوا متشالين قبل كده، بس كان القانون بينظمها، كان القانون رقم 67 لسنه 2016 بينظمها عند 5000 جنيه في الفاتوره الواحده للمشتريات. يعني ايه؟ يعني انا هديك ال 14% دول هرجعهم لك اذا اشتريت منتجات مصريه بقيمه 5000 جنيه في فاتوره واحده. فده بيعمل ايه؟ يخليني يحفزني اشتري مشتريات مصريه اكتر. المشكله ان قيمه الفاتوره الواحده لما تبقى 5000 جنيه دي قيمه عاليه جدا، عمر ما ادخل اشتري يعني مشتريات مصريه ب 5000 جنيه. فالقرار كان زي قلته. فجه القرار بقى بتاع سنه 3 لسنه 2022 علشان يعدل الموضوع ده ويخليه عند 1500 جنيه للمشتريات. فبالتالي لو حضرتك اشتريت ب 1500 جنيه مشتريات مصريه في فاتورة واحدة، أنا هرجع لك القيمة اللي أنت دفعتها على القوة المضافة وأنت خارج، هرجعهم لك. إزاي؟ أنا أعرف مين أصلا أنت اشتريت دوت؟ حاجتين بقى، دلوقتي بقى عندنا حاجة اسمها اسمها الفاتورة الإلكترونية، بتسجل عند التاجر أي حاجة يشتريها ومربوطة بنظام عند وزارة المالية. فده النظام ده الأول يخلي كل الشركات السياحية وكل المنشآت اللي تشتغل في الأماكن السياحية تجري لوزارة المالية وعاوزة تسجل، لأنه السائح مش هيدخل يشتري من عندها إلا إذا هيديله الفاتورة الإلكترونية اللي بعد كده هيخصم بيها. دي أول حاجة. الحاجة التانية يخلي السياح نفسهم عاوزين يشتروا المنتجات المصرية بعيد عن المنتجات التانية، لأنه هياخد على خصم 14% غير المنتجات غير المصرية. في نفس الوقت يقلل قيمة تواجد السائح، تكلفة الخدمة السياحية المقدمة للسائح في مصر، لأنه هيشيل من عليه 14% على معظم المشتريات لو اشتراها مصري. وبالتالي أنا بحفز كل الأوضاع كلها، وبزق القطاع السياحة، وفي نفس الوقت بزود العدالة الضريبية على الناس، وفي نفس الوقت بحفز الشركات السياحية ان هي تقدم خدمة كويسة للسائح يستفيد منها، واحفزه هو نفسه يجي مصر، لان التكلفة عليها تقل في ظل المنافسة القاسية اللي حاصلة دلوقتي والخناقة اللي دايرة على السياح الروسيين، يعني علشان اجتذابهم بعد ما اوروبا بتحاول تمنعهم او تقلل عددهم. اشكرك جدا يا دكتور، كويس انك انت يعني وضحت لنا هذه النقطة. شكرا جدا دكتور محمد شادي.